ولسه مكملين مع حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. معاكم ومعانا دلوقتي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك ومبروك على الإصدارات ومبروك على مشاركة حضرتك في المعرض. أولا يهمني أعرف رأي حضرتك إيه في المعرض السنة دي أو في الدورة دي تحديدا. أولا أنا بالنسبة لي المعرض عيد. يعني أنا جاي العيد. أيوة. يعني أنا الحقيقة بنبسط جدا وببقى يعني في شعور كبير جدا بالسعاده وانت جاي ورايح المعرض. متحمس جدا وببقى بتمشى وانا يعني سعيد ان انا اتفرج على الاصدارات، مش بس على فكره انك جاي تتفرج على كتبك او اصداراتك او توقع للناس، لكن انت بتبقى مبسوط كقارئ اكتر منها مبسوط ككاتب. فالمعرض يعني اجواء في منتهى الجمال. جميل. انت جاي يعني رحله جميله جدا. ايه راي حضرتك في الشق الثقافي اللي موجود من ورش من ندوات من كل الانشطه الثقافيه اللي موجوده في المعرض السنه دي، راي حضرتك فيها ايه؟ شيء في منتهى الجمال انك في اكتر من 500 فعاليه تقريبا. ده شيء مهم جدا للناس. الناس بتيجي تنبسط في المعرض، تيجي تحضر الندوات دي فتعرف معلومات مختلفه، تقابل فنانين وتقابل سياسيين وتقابل كتاب كبار وهكذا. طول الوقت ده بالنسبه لنا شيء مهم في المعرض. المعرض على مدار تاريخه كان جه فيه عدد كبير جدا من الكتاب الكبار، الابنودي وسيد حجاب واحمد فؤاد نجم ومحمود درويش ونزار قباني وهكذا، وفنانين كبار زي الفنان عادل امام وهكذا. طول الوقت المعرض انت ممكن تشوف فيه ناس اللي عمرك ما شفتها واللي ممكن ما يتحلكش تشوفها تاني. ايوه. فحضرتك راضي جدا عن الانشطه الثقافيه وعن الورش والندوات اللي بتقام في المعرض السنه دي. انا بالنسبه لي ده شيء مهم جدا. اخبار الازمه اللي كانت عند حضرتك مع اسره الراحل احمد زكي ايه؟ هي الازمه مستمره. لسه مستمره. احنا لسه في المحكمه. احنا عندنا جلسه قادمه يوم عيد الحب يوم 14. ده طبعا عشان كتاب زكي 86. كتاب احمد زكي 86 بالظبط. احمد زكي 86 بالظبط كده. لسه عندنا جلسه يوم 14/2. دي المفروض اللي بعدها يتحدد النطق بالحكم، بس احنا الحمد لله يعني تقرير الخبير في صالحنا. وان شاء الله باذن الله يبقى يعني خير، وان شاء الله لما يتحدد الحكم انا هبقى مبسوط، الناس كلها تعرف، الدنيا تبقى واضحه للناس اكتر. جميل. خلينا نتكلم عن الاصدارات لحضرتك السنه دي واللي مشارك بيه المعرض السنه دي. اولا انا الكتاب اللي هو لسه طالع من المطبعه هو كتاب شيء من الحرب، ده كتابي الجديد اللي بشارك فيه لاول مره في المعرض. وده عن الفتره من 67 ل 73، بس دور الفن في المعركه. يعني انا برصد دور الفن في المعركه من سنه 67 لحد سنه 73. كل الافلام والمسرحيات و اللي كان ليها دور في المعركة بشكل مختلف، بتشوف رصد مختلف لشكل المعركة من الناحية الثقافية والفنية، مش بس من الناحية العسكرية والسياسية اللي احنا متعودين نشوف بيها شكل الحرب. جميل. في أي جديد؟ في أي مشاريع جديدة حضرتك بتحضر لها؟ إن شاء الله الجزء الثاني من شيء من الحرب يوافق 50 سنة على حرب أكتوبر. إن شاء الله في أكتوبر اللي جاي يبقى في شيء من الحرب الجزء الثاني اللي هيقول إيه اللي حصل في اكتوبر 73 تحديدا، التفاصيل بالظبط بشكل مختلف تماما عن اللي تم تناوله قبل كده سواء سياسه او عسكريه. لا ده هيبقى شكل مختلف تماما عن الشكل اللي الناس متعوده عليه. جميل. انا بشكر حضرتك استاذ محمد والف جداً. الف مبروك على وجود حضرتك السنه دي في المعرض، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وشرفونا بمناسبه ورطوم. هذا العيد الثقافي. صحيح. اللي بنتظره من السنه للسنه. صحيح. ميرسي يا فندم. شكرا جدا. ميرسي. شرفتي.